إذن لبنان يشهد تحركا فرنسيا متسارعا يتوزع على ثلاثة مسارات متوازية تتوزع على مسار الانتخابات الرئاسية أولا والحصول على استثمارات ثانيا، فيما المسار الثالث يتعلق بفرض عقوبات وفتح تحقيقات مع أصحاب مصارف. موقع ليبانون فايلز أشار إلى تمسك باريس بسليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية رغم الرفض الأمريكي والقوى المسيحية اللبنانية الداخلية. أما في مسار الاستثمارات فيشير التقرير إلى طموحات فرنسا للاستثمار في قطاع الكهرباء اللبناني عبر شركات فرنسية، وهو ما خلق تنافسا فرنسيا ألمانيا كبيرا مع استخدام باريس لنفوذها السياسي في قطع الطريق أمام الاستثمارات الألمانية. أما المسار الثالث فبرزت ضمن تحقيقات فرنسية مع أصحاب مصارف مقربين من شخصيات سياسية وأيضا من حاكم مصرف لبنان. مصادر ليبانون فايلز قالت إن باريس لديها لائحة شخصيات ستستهدفها من بينها العديد من أصحاب أو رؤساء مجالس إدارات المصارف، وترى المصادر هي نفسها إن الإجراءات الفرنسية هي محاولة للضغط على رياض سليمه كحاكم مصرف لبنان، وأيضا لإبراز صورتها الإصلاحية بأنها تحارب أصحاب المصارف الفاسدين بعد محاولة تهميش صورتها بأنها تسعى فقط لمصالحها وتوفير الاستثمارات. وينقل أيضا التقرير عن مراقبين إلى أن باريس تريد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعيين شخصية مقربة منها في منصب رئيس حاكم مصرف لبنان، إلا أن جهات أخرى ترى أن فرنسا تهدف إلى استعادة حصتها في شركة الميدل إيست التي كانت تملكها سابقا شركة الطيران الفرنسية وأصبحت لاحقا لمصرف لبنان. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.